تعرف على القصة الحقيقية لفيلم الجزيرة. هذا هو منصور الحفني. على مدار عشرات السنوات سجلت السينما المصرية والدراما التلفزيونية العديد من القصص الحقيقية في أفلامها ومسلسلاتها، بعضها جاء بشكل صريح من خلال نشر الأسماء والشخصيات الحقيقية، والبعض الآخر تم مع تغيير أسماء وشخصيات الواقع. واحد من هذه الأعمال السينمائية فيلم الجزيرة، الذي أدى فيه دور البطولة الفنان أحمد السقا. الشخصية الحقيقية التي أدى دورها السقا في فيلم الجزيرة هو حامد محمد حامد، الشهير بعزة حنفي، المولود عام 1963، والذي تم إعدامه بسجن برج العرب في يوم 18 من يونيو عام 2006. كان تاجرا للسلاح والمخدرات، ويقود عصابة مع شقيقه حمدان وآخرين استولوا على 280 فدانا في جزيرة النخيلة التابعة لمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط. زرعوا عشرات الأفدان منها بالأفيون والمخدرات. هذه العصابة التي قادها عزة علي حنفي كانت تضم العشرات من المجرمين أصحاب السوابق والهاربين في الجبال من أحكام قضائية في مختلف محافظات الصعيد، وبلغت سطوتها في قيامها بتهديد بعض الصحفيين لمنعهم من متابعة الجرائم التي يرتكبونها، والتي بلغ عدد ضحاياها خلال 5 سنوات أكثر من 100 قتيل. كما شملت تلك التهديدات عدداً من نواب البرلمان عن المناطق التي كانت تخضع لسطوتهم. بعد مقتل 10 أشخاص في نزاع بين عائلتين في القرية، قامت قوات الشرطة بحصارها لمدة 7 أيام، وردت العصابة باحتجاز عدد من الأهالي كرهائن. ولكن الشرطة اقتحمت الجزيرة في هجوم كبير في الأول من مارس 2004، واستخدمت فيه أكثر من 50 عربة مدرعة و60 زورقا نهريا، وما يزيد عن 3000 جندي وضابط من القوات الخاصة. وكان هذا طبيعيا لأن العصابة قامت ببناء حصون لها في كل أنحاء جزيرة النخيلة بعدة أشكال، منها الأبراج التي ترتفع إلى 5 طوابق والدشم الحصينة التي بنيت من طوب معين لا تستطيع طلقة الرصاص اختراقه، كما قاموا بحفر عدة خنادق تحت الأرض، فضلاً عن أن العصابة كانت تمتلك كمية هائلة من الأسلحة والذخيرة، تبدأ من المسدسات والبنادق العادية والآلية، وتصل إلى مدافع الجرينوف التي يبلغ مداها أكثر من 7 كيلومترات. وزيادة في التحصين، قامت عائلة أولاد علي حنفي بنصب أسطوانات غاز البوتاجاز على الأسوار وعلى جذوع النخيل لتفجيرها. ورغم أن فيلم الجزيرة تم تقديمه في طابع فني، إلا أن هناك خطوطا متشابهة بين شخصية عزة حنفي الحقيقية وشخصية منصور الحفني كما قدمها أحمد السقا في فيلم الجزيرة. والاتهامات التي واجهتها محكمة أمن الدولة العليا هي نفسها التي ظهرت في الفيلم، وهي تأسيس تنظيم إجرامي مسلح بقصد إرهاب المواطنين ومقاومة السلطات، وفرض السطوة وزراعة المخدرات والإتجار بالأثار والأسلحة. وفي الحالتين قضت المحكمة بإحالة أوراق عزة حنفي وشقيقه حمدان إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه بشأن تطبيق عقوبة الإعدام عليهما بعد ثبوت إدانتهما بالتهم الموجهة إليهما. وبالفعل تم إعدامهما يوم 18 من يونيو عام 2006.